هل من ردود أفعال أو كيف تلقف الجانب الإسرائيلي هذه الأخبار؟ يعني الخبر ورد للتو وبدأت وسائل الإعلام الإسرائيلية تنشر هذا الخبر دون صدور ردود أفعال بعد من مسؤولين سياسيين، لكن هذه أو ردود الأفعال هذه متوقعة جدا بأنها ستكون غاضبة، وسيتم اتهام قضاة المحكمة ربما باللاسمية حتى وفقا لتصريحات سابقة وتهديدات صدرت عن مسؤولين إسرائيليين باتهام المحكمة بأنها تتماهى مع اللاسامية، فيما إذا تم إصدار قرارات باعتقال أو مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق عمليا حاليا يوآف جالانت. لكن دعنا نشير على الأقل إلى ردود الفعل الإعلامية. وسائل الإعلام الإسرائيلية بدأت تعنون هذا الخبر بالقول دراما وأخبار سيئة للغاية لإسرائيل. نجوان، سأعود إليك. طبعا هذا خبر رئيسي وخبر لاستمرار التغطية، سنتابع معك ردود الأفعال الإعلامية بالدرجة الأولى. نذكر بالخبر الرئيسي في هذه التغطية، حيث أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت بتهمة ارتكابهما جرائم حرب مزعومة في قطاع غزة. كما أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق أحد قادة حركة حماس في القضية نفسها. إذن هناك أسباب منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت قد ارتكبا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، كما قالت المحكمة الجنائية الدولية. نجوان، أعود إليك، وكنت قد أشرت إلى ردود الأفعال على المستوى الإعلامي باعتبار أن الخبر ما زال جديدا الآن. بالفعل حتى الآن لم تصدر ردود أفعال على لسان مسؤولين إسرائيليين بشأن هذا الخبر، لكن لو رأينا العناوين في كامل وسائل الإعلام الإسرائيلية سواء كان في الصحف أو في وسائل التلفزة في هذه المواقع، كلها بدأت تعنون أن هناك دراما كبيرة جدا في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، وبعض وسائل الإعلام تقول أخبار سيئة للغاية بالنسبة لإسرائيل، إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وضد وزير الدفاع السابق عمليا الذي أقاله نتنياهو قبل مدة وجيزة فقط لاتهامهم بتنفيذ جرائم حرب. إذن هذه هي العناوين حاليا، لكن دعني أشير أيضا إلى أن إسرائيل حاولت بكل الطرق القانونية والسياسية والدبلوماسية خلال الأشهر الأخيرة الماضية ضمن مساعيها لمنع صدور مثل هذا القرار، وكانت هناك تصريحات لمسؤولين في هذه الحكومة، حكومة اليمين، اتهمت رئيس المحكمة وقف في حينه عندما أوصى عندما أوصى بإصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وجالانت، اتهموه بأنه معاد للسامية. وبطبيعة الحال حسن لهذا القرار رمزية كبيرة جدا بالنسبة لإسرائيل. قبل ثواني قليلة فقط قبل هذه المداخلة العنوان كان في الإذاعة العبرية الرسمية بأن هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها محكمة الجنايات الدولية أوامر أو مذكرات اعتقال ضد رؤساء حكومة أو رؤساء دولة ديمقراطية. إسرائيل تعتبر نفسها بأنها دولة ديمقراطية، وبأن مثل هذه القرارات التي صدرت في السابق ضد زعماء أو رؤساء حكومة كانت تتعلق دائما بأنظمة ديكتاتورية، أنظمة أو أشخاص ارتكبوا جرائم حرب وحرب إبادة. لكن إسرائيل طيلة الوقت تحاول أن تنأى بنفسها من هذه التهم، من هذه المصطلحات. تحديدا صباح هذا اليوم كشفت الإذاعة العبرية
بأنه خلال الأسبوع الماضي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وخلال جلسة مغلقة سرية للجنة الخارجية والأمن في الكنيسة هاجم بابا الفاتيكان لمجرد أنه قال بأنه يفحص أو يتم التحقيق فيما إذا كانت إسرائيل تجري حرب إبادة في غزة. مجرد ذكر هذا المصطلح ترفضه إسرائيل. كل ما حدث في غزة طيلة الوقت تتذرع بأنها تقوم فقط بالدفاع عن نفسها، بمحاربة ما تصفه بالإرهاب، بمحاولة عدم تكرار سيناريو 7 أكتوبر. عمليا أكثر من عام على هذه الحرب التي تشنها إسرائيل، لا تريد أن يحاسبها أي طرف أي جهة، تريد أن تواصل هذه الحرب على الأقل هذه الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو. وأيضا جالانت الذي أقيل من فترة وجيزة فقط استمروا في هذه الحرب وكانوا بطبيعة الحال يهاجمون أي طرف أو أي دولة أو أي جهة تنتقد استمرار هذه الحرب. الآن بالنسبة لإسرائيل هذا يعني بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت لن يستطيعوا ربما السفر إلى كل الدول الموقعة على ميثاق روما. قبل فترة وجيزة كانت هناك سفرة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى نيويورك إلى واشنطن عندما ألقى خطابا في الكونغرس. كان هناك عدة إجراءات أمنية واستعدادات من قبل سلاح الجو الإسرائيلي لحماية هذه الرحلة الجوية كي لا يضطر نتنياهو للهبوط في أي من الدول الموقعة على ميثاق روما، خشية أن تكون المحكمة الجنائية قد أصدرت مذكرة اعتقال ضده بشكل سري. هذا يحدث في بعض الأحيان دون أن يتم الإعلان عن صدور هذه المذكرات، وكانت هناك خشية في إسرائيل أن يكون بالفعل قد صدر مثل هذه المذكرة دون الإعلان عن ذلك، وكانت هناك إجراءات أمنية مشددة جدا. نعم. عندما سافر نتنياهو إلى الولايات المتحدة قبل عدة أشهر للمشاركة في أو لإلقاء خطاب في الكونغرس، وبالتالي كانت هناك بالفعل خشية كبيرة في إسرائيل من أن يتم إصدار هذه المذكرات على المستوى المعنوي ربما أكثر من المستوى القانوني. حسن، نعم نعم، لكن منذ ذلك الحين لم يعد هناك حديث عن المحكمة الجنائية الدولية، وغاب الحديث عن مذكرات الاعتقال في تلك الفترة منذ ذلك الحين وحتى اليوم. هل كان هناك نوع من الاطمئنان الإسرائيلي إلى أن هذه القضية قد نحيت جانبا ووضعت على الرف؟ وهل فوجئ الآن الإسرائيليون بصدور مذكرات اعتقال؟ يمكن القول نعم، لأنه في الآونة الأخيرة لم يجري حديث عن هذه المحكمة. ربما اطمأن نتنياهو لسبب ما، كان هناك ضغوط على عدد من الدول الأوروبية تحديدا بريطانيا، كان هناك ضغط على عدة دبلوماسيين عدة مسؤولين في الدول الأوروبية من أجل الإعلان عن أن هذه المحكمة حتى ليست مختصة وليس من ولاية هذه المحكمة وصلاحياتها أن تصدر مثل هذه المذكرات ضد أو مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وضد جالانت. لكن من الواضح بأن الإجراءات القانونية الإسرائيلية استمرت على الأقل على مستوى طاقم قانوني وقضائي كبير عينته هذه الحكومة للدفاع عن نتنياهو وعن الموقف الإسرائيلي بشأن هذه الحرب في المحكمة. وأمام هذه الادعاءات التي تتهم نتنياهو وجالانت بجرائم حرب، ولكن يعني من الواضح أن العناوين تتلاحق في وسائل الإعلام الإسرائيلية، وهناك ربط طيلة الوقت حسن بأن هذه المحكمة التي تأسست من أجل محاربة الجرائم النازية
بعد الحرب العالمية الثانية وطيلة الوقت. أيضا مجددا يحاول الإسرائيليون ربط هذه المحكمة أيضا بأنها تم تشكيلها للدفاع عن اليهود بعد ما تعرضوا له في الحرب العالمية الثانية. والآن تصدر قرارا هذه المحكمة، المحكمة ذاتها، قرارا أو أوامر اعتقال ضد نتنياهو وجالانت. ومرة أخرى كما توقعنا سيكون هناك ربط في اللاسمية وفي محرقة النازية.